أليس أبو شمير؟ شو سيسمكو؟ كمان يا صدى ربحوه؟ كل من صوت مروح يعني عمي دخلا ما أدري شو صدى في النهر؟ أبو شمير خبرني بكرة ولو لا بعد بكرة بيكون عندي خبر يقين مش هطير النهر. لو سمحت سمكو أفندي تدبر لي يا طير بأي شكل من الأشكال. لك يا حبيبي يا حبيبي ما يسر معي 150 200 بس المهم نحن عاوزينه ضروري لطير النار. ولا يهمك أبو شمير خلاص يعطيك العافية انتهت المكالمة. طيب يا رب يا رب يا رب خبر. مع السلامة أبو شمير. مين باليوم؟ أهلين وسهلين. لا أنا سنكوح الهزاوز. إيه جاوب الأبو تشرفنا. وين المنظوم؟ هنا هلا بس بيجي على راسي. شوف بتقول له للأفندي أستاذ مروان إنه هو مفصول من الشغل. شو؟ مفصول؟ ده يقصد عراسي شو قلت؟ مثل ما سمعت مشان يشبع منهم. وليش بقى؟ المهندس مروان أحسن مهندس عندك في الشركة بتروح لمنظوم تفصله؟ وأنت شو دخلك؟ ليش بتحشر حالك بهيك موضوع؟ رفيق يعني معقول واحد يترك رفيقه بهيك زلقه من دون ما يحكي عنه كان فكره حلوه؟ وشو بتشتغل حضرتك؟ كمان مهندس؟ مهندس ايه؟ مهندس دور اخي. شلون يعني؟ لك اخي شلون بدي فهمك؟ يعني بدك تقول انا خبير بالطيور ما لك سمعان الطيور تبعوتي هون؟ يعني كشاش حمام يا عم قولش عم يطلع لي ريش وقمبوز على المشاريع اللي عم يقدمها الأستاذ مروان. فهمت شو قلت لها؟ بتبلغه انه هو مفصول. ايه يا سلوح؟ نعم هذا التليفون شو جابه لعندك؟ ما كان عندي كان بخزانه روكي. وانت شو حضرتك خزانه روكي؟ انا شفت الشرطه اجى لهون يعني عم بينا قصدي قمت طلعت على الصح. شو بغري ما شفت الشرطه؟ شفنا شو ما شفنا ايه شفت الشرطه انا اجى لهون وين بدي انا طلعت على الصح لقيت غرفه روكي مفتوحه حسيت انه روكي اجى قمت فتت الغزاني. شو هو مضبوط هيك؟ ها فتت الغزاني بالغزاني بيقرا من التليفون دورت عليه لقيته حكيت ايه شو ايه طلع الجماعه عم يسالوا عني بدهم الطير تبعهم الا بعد بكره ما هيك؟ هيك انت مضوع من ايدك طير ب 150 الف ورا؟ ايه وليش عم تذكرني ليش؟ ليش؟ ما بدي اسمع منك ولا حرف ولا كلمه. هذا الطير اللي بتلعب تحكي عنه انت هذا بلندي بلندي بدري شو اسمه هذا الطير حقه 100 ورا بس 100 ورا. ايه وانت شو عرفها؟ انا شو عرفني؟ هلا بدك شو عرفني؟ مين قال لك هالحكي هان؟ الهزاز. ايش شو علاقة الهزاز؟ مو التليفون كان عنده اتصل فيه المدير وخبره قرار فصلي. يوم الفصل العالمي، هات خط رقمه وانا بحكي معه. مرت عمي بترجاكي لا تتدخلي. انا بحكي معه واذا مشي الحال بقول لك. ايه شو قاعد عم تستنى لكان؟ لا اليوم اجازة. طلع هذا المدير. لشوفوا هالاجازة ما مرضان. يعني ما لازم نشوف طبيب بالاول؟ مرضان؟ يبعث لي حلمة شو بوجعها؟ هيك يعني صوتي بحور حاسس سقف حاليا مهبط. ندى الله يخليك يسوي لي كاسة الزبورات على راسي. صعيب ما باي. انا معي شقفة سكر نبات بالشنطة، افتح تمك رجب لك شقفة. ايش هذا؟ انت ما بتشوف قدامك تري كثير روحتي لتر النهر. تر النهر؟ ايش قلت؟ حبيبي تري قدامك من الشر نحن عم ينافس. شو قلت لي اسمه للطير اخي؟ يا حبيبي هذا اسمه تر النهر. شو انت مالك سمعان فيه منه؟
سمعوا سمعوا بعدهم اخي عدم واخذ دخيل قلبك بعد وخذنا ان شاء الله ما صار شيء طمني دخيلك طمني على الطير طمني لا لا طمني يا طمن عند الله ما صار شيء تسكت يا حبيبي انت ما بيقرر في شيء ولا ما في شيء انا بشوفه بالاول بعدين بيقرر هات اشوفه مزبوط حبيبي ما في شيء طير النهار اخي انت والعميم انا عازم كنت عندي على البيت اذا في سمح امرك انا عازم اخي اخوه غدا اي والله جبت يا ابني يلا بحي الشباب والله رح يلا شرفوا شرفوا لك انا ما قلت انت سكتي شو غدا ما غدا ها طول بالك غدا ما غدا شرفوا باصي بغضوا عنا يا عازم اخي اخوه هاي اخي تفضل تفضلوا على راسي وين الطريق ليك ولا من هون كريم قالوا حبيبي لك هو منين الطريق يعني لك اخي من هون ما بعيد كريم يا ميت ولدي انا اقدر واحد قرايبي مريض لخيو بيا وشلو لقرايبك المريض واحد غيره ربعك كم انضف لك ايش بك بيعه بيعه شباب ليش ما بدك تبيعه حبيبي طيب انت قديش بدك تدفع في هذا طير النهار لك اخي ما بنخذ بس انت وافي هذا طير النهار هذا طير ما في منه بيسوى 100,000 ليره ورجوع ما بدك ما بتقدر اخي المفروض تراعينا نحن الوقف في مروان مقتل مرضان ووصفوا له كبد الطير ياكلوا ما كنا نقدر نروح نشتري ان شاء الله ساعدنا ساعدنا شو صوته هو ما بفهمش صوته يعني قصدي مريض بنفس المرض اللي يا راجل مريض فيه نفس المرض بقى شو رايك دخيل قلبه اخي ب20,000 ورا يخرب بيت انت شو 20,000 ليره انا مكلمني 50,000 ليره لا لا قليل كثير شوي من عندكم وشوي من عنا أخي طيب بدك 100,000 وراء حبيبي أخي كلمة أنا عندي 35,000 ليرة أخي 40,000 وراء أخي 45,000 يا حبيبي أنا قلت لك مكلفني 50,000 ليرة أخي 50,000 وراء وفرنك فوق ما بتفاوع مشي اسكتي أنت أنا بكرر مشي هاتي مساري أنا راشي أخي بس خلونا نفصل بالأول افحصي حبيبي افحصي بس ديري بالك اذا طار منك بيطير لك 50,000 ليره تعال يا سلام حبيبي شو عم تسوي بدي احصي ربك يا طير ميت اخي وين انا راح اروح على البيت اجيب لك مصيرك واخي بكره عندكم ولا اقول لك شو رايك تروحوا معي تاخذوا المبلغ شندي لا حبيبي لا انت بروح بيجيب مصاري وبيجي بيخلي اخوك بركي عنا هون حاكم بركي انت عامل لنا كمين كل شيء لهذا حبيبي ايه على راسي ساعة وبدي يركون جبت مصاري وجي انا اسمع بكري يعني نحن قديش بيطلع عنا يعني مدام انا بدي 25,000 بعد نسبة بكري واللي بيضلوا بتوزعوها بين بعضهم حسب المتابعين بقى شو رايكم شو استاذ مروان شو رايك انا ما دخلني اللي فيني يكفيني خلصنا بقى يا طيب وبركي طلع مزوار لا يا مدام انا بعصب وشفته بعيني هاي بعدين انا تركته لبكري موجود عنده الاولاد بيني وبينك هن ما بدهم يبيعوه بس انا اقنعتهم اخي 25,000 نسبه بيربح 75,000 يعني ال 50 اللي بدنا ندفعهم بيربح 75,000 حلو الكلام حلو الكلام ماشي نو يعني بالعربي الفصيح اللي بيدفع 10 بيربح فوق 15,000 حلو الكلام حلو الكلام وهي مني 10,000 للسنكوح عفوا للهزاز ابو قصي 10,000 وهي مني انا 20,000 ألف طنطة ألف وهي مني 5,000 لا أهلين بسبوح كويس يا أخي هدول ليش وصلوا 45,000 لسه بدنا 5,000 يا أبو صيد يا وهي أخلفني شو روكي خلاني روكي روكي بابا بيقطع سبسل أفكاري يا روكي 4,000 سجلتهم سجلتهم بس لسه بدنا 1,000 منين ما نجيب بدعني زي عود بسفر البناية شحلوا شباب عم تتلقوا فيني اليوم أقلش حاد عم يستحبل باليوم 1,500 شباب
قديش ناقصك؟ 100 ورقة. وين 100 ورقة؟ الله يسلمك بإيديك. هي 1000 ورقة. شكرا اليوم. يعني بنشرح مع الأرباح 2500 ورقة، حلو الكلام؟ حلو الكلام. ألو؟ ألو؟ أهلين. ممكن أحكي مع السيد سنكوح؟ ثواني ثواني. سنكوح، تليفون إلك. الهزاز اللي جاك من دي. ألو؟ الهزاز يتكلم. مرحبا سيد سنكوح. أنا أسامة. يعني بأي شكل اليوم بدك تعمل لي هذا تير النهر؟ يا أخي الزلمة اللي حيعطيك عمره. يا اخي مو فرق قد ما بيكلف، ما في اشكال بيني وبينك، بس مو اليوم تعمل لي اياه. مصرياتك جاهزين انت؟ لك يا حبيبي يا روحي 150 الف ليره رح تاخذها على دولار. اخي اليوم السعباني بيشغل عندي مصرياتك معه لانه طير النهر صار عندي. عن جد عم تحكي؟ كدر خيرك، الله يخلينا اياك، الله يوفقك. انت بتعرف تجي لحالك ولا بعدك حدا مشغلتك؟ لا بغري مش لحالي بغري، ما في داعي تبعت لحدا ابدا، اتماني على الدار ما راح اكون لحدا. عاود اخي سعد ما بدي اكون عم استناك. الله يعطيك العافيه، ريحت لي قلبي، تريد شي هلا؟ شبابك قول له خليه يجي هلا احسن لنا. معك حق معك حق. اخي بتقدر تجي لعند دغري؟ حبيبي هلا ما بقدر، بدي روح البيت حماي يجيب لك المصاري، بيته بعيد، شو رايك 7-8 كون عندك؟ اخي من ما بدك الساعه 7 بتكون عند البيت وبتجيب معك 200 الف. لك يا روحي الله وكيلك، ما معنا غير 150 دبرناها بالف يا ويلا، مشيها ونصيبك ان شاء الله بالجنه. اخي تقرب عينك، خلاص خلاص 150 الف تقرب عينك ما بطيع معك، بس وينها الساعه 7 ودقيقة. خلاص خلاص على عيني 7 الا دقيقة كمان كون عندك خاطرك. تمام هاي 50 الف ورقة جاهزين، خاطرهم انا راح اروح اجيب الطير واجي لك. تعال وين رايح؟ مرو معك. لا يا مدام شو ما في ثقة فيي؟ مو ثقة يعني، مو ثقة يعني حدا بيشتري سمك بالماي. انا هيك دائما بقول للموظفين تبعتي، حدا بيشتري خضرة بدل مي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخي اذا بدي بدنا نشوف الطير عشان مرجينا الاخوه المساهمين. هلا كل هدول مساهمين؟ شرفوا حبيبي شرفوا شرفوا شرفوا. هذا هو الطير النهر بذاته. هذا هو اصلي يعني، مو مثل المره الماضيه اللي جبت لنا يا تركيب كوره. غلط يا مدام، هذا ياباني اصلي. روح ابدا ابو قصي المبلغ اول دول منيح. ايه امسك روحي امسك. هذا هو الطير؟ ايه شايفه شو حلو امور وكربوش. يا ميت ورد عدم مؤاخذة تأخرنا عليكم. حبيبي نحن بدنا نمشي، انت بدك تدفع هذا الطير ولا شو؟ شو تمشي ما تمشي شو على جيبك شغلي؟ اعطيه ابو قصي هاي 50 الف ورقة. شو هذا حبيبي جايبني 10 ليرات كمان؟ ايه مشان تعرف انه تعذبنا لحتى لقيناهم بالزورع المحيط. تعرف يا حبيبي لو ما ندفعوا 50 الف ليرة هذا الترك تعطيني بلاش. ايه سادي كمان نحن لولا المرضان الله يعينه كمان نحن ما كنا بدنا ياخذها دون اساسه. الكلام يعني قوله سنكوح مزبوط. لو تشوفوا بس الشاب هذا المرضان قالب هيك والطبيب قال اذا ما بياكل قلبه وكبده بيموت. لذلك شكرا كثير لكم. لا مو حبيبي لا شكرا شكرا. عفوا عفوا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم السلام وبركاته. هلا انت بتطلع على الفوق تقعد جنب التليفون، اذا حدا طلب سنكوح قول له انا بجي. على راسي. تعال 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 تعال. يا ابو سامي يا طولي بالي خلاص تفوت جايين خلال. لا يا ابو سامي لا يا ابو سامي انت شايفيه مضبوطه هيك احنا واقف هون بالشارع. ابو قصي كمان قلت لك بدك تمشي من السالة اللي لنا. يا ابو سامي انت شايفيه مضبوط هون واقف بالشارع احنا. هلا اسمعوني اذا قررتوا تستنوا خلينا نبسطه. روح على بكي مظبوط اذا قررتوا تستنوا خلينا نستنى ونبسطه لانه جاي عاجبني. خلاص تقلقوا يا خلي انا بقرر هون فبالك انت شو بدك؟ قررتوا انه نبسطه كنا يلا.
ابو النو اطلع لي من الباب ايش نسيت انه وصلنا عليك تفضل واحنا ابو سامر والله والله يا ابو النور انا واحد بعجبك لك انا ابو سامي على سن ورمح انا واحد متعوب عليه ميت اهيل يا ابو سامر ميت اهيل يا عيونك والله ابو النور لعيونك يا عين عليك يا معلم يلا يلا خلينا نتعصب ايه شو قال يا اخي الك 10000 ليره يعني ما قلت لي يا ابو النور قديش بدك خليه 15000 معلم إلى عيونك أبو النور خليه 15000 نيرة لك يا عين عليك يا أحلى معلم والله ليك هلا عم يستنوا ما حدا أشهر مروان لتكون نصبة مثل ما قالت ليكون طبعا نصبة ليش ما تربوا من المعلم ابو الله يذكره بالخير ليك 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 أمي ولي رح تجيها شلطة أنا نازل عندها هدي هون وين نازلة؟ بتضلي قاعدة هون ما بكفيني اني اقلع من شغلي واصلي معي لهون بتسهري هون بتنامي هون بس تنزلي تحت مافيا مفهوم؟ مفهوم لي ما احلانا واحنا سهرانين للصبح قوم رح تصير الساعة اكثر من 8 ونص بلا ما عاد اجا طولي بالك الا ما يجي اكيد عنده مشوار ليجيب المصاري لازم نسرب لكن الفكرة لك أنا بعرف وعدك وعد إلا ما يجي أكيد أكيد فكرني أنت ما نعرفش أنت لحظة أسمع سمعت أخر يوم له حادث طير النهار طير الأهرة أشو حكينا إلا طير النهار